بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي وحشتوني جدا، ربنا رب ما يحرمناش من بعض ويجمعنا دايما في هذه الليلة المباركة، ويجمعنا في كل ليلة، ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. استشعر معاه أنك داخل دلوقتي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تخلنا على النبي بكل أدب وهدوء وسكينة، اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابة بيعلمهم ويربيهم ويؤدبهم صلى الله عليه وسلم، فبيقول لهم حاجة جميلة قوي، بيعلمهم ازاي ان الانسان ينخلع من حول وقوته الى حول الله وقوته، بيعلمهم ازاي ان هم يتعلموا الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فبيقول صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمهم ازاي يجمعوا امر الدنيا والاخرة، بيقول: من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء عند الرخاء. يا سلام، علشان كده عنوان الحلقة الليلة دي بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم وسهام الليل. سهام الليل اللي هي الدعاء. تعال حس معايا بالمعنى الجميل ده وانت بتقرأ قول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما تحس بقربه منك وتحس بقربك منه، تحس ان الاستجابة قريبة جدا جدا. لما تحس بهذا المعنى الجميل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. أي داعي؟ إذا دعان، أي داعي؟ ما قالش أجيب دعوة الطائعين المتقين المخبتين المؤمنين، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وده بيفكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. في لفظ الحديث: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. أي إنسان بيدعو ربنا بيستجيب له بفضل الله سبحانه وتعالى. الكافر لا يستجاب له إلا إذا كان مظلوم، أما المؤمن بيستجاب له في كل الأحوال بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم أنه ما يكونش بيأكل حرام، المهم أنه ما يكونش بيظلم حد، المهم أنه ما يكونش بيشرك بالله. حاجات كتيرة أوي عايزين نوصلها النهاردة ونحس بمعناها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لو ما كانش ربنا بيستجيب إلا للطائعين بس، فمن المذنبين والعصاة من أمثالنا؟ بك أستجير ومن يجير سواك، فأجب ضعيفا فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين بك يا قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبة، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى ما جعلش أي واسطة بينه وبين عباده في أمر الدعاء، حتى لو كان الواسطة هو حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى في كتير جدا من الأسئلة التي كانت تعرض على النبي عليه السلام كان بيجعل الوسط اللي بينه وبين العباد هو إجابة النبي على هذه الأسئلة بوحي من الله إلى رسول الله. يسألونك عن الأنفال، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن المحيط، قل لهم يا محمد قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لما جه عند الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل إني قريب، إنما قالها على طول، قال فإني قريب.
ما فيش واسطة بينك وبين ربنا، وما فيش واسطة بينك وبين ربنا في أمر الدعاء، حتى لو كان الواسطة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآية ديت جت في وسط آيات الصيام علشان نحس إن فعلا الصائم له دعوة مستجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تعال شوف الآية الثانية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، بحمل هم بس إن أنا أقعد كده وأدعو، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة. أنا عارف إن أنا لو دعيت إن شاء الله بحسن ظني بالله إن شاء الله هتكون الإجابة. إني لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل هم الإجابة. شوف ربنا بيقول إيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سبحان الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أيوة ليه ده ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني؟ قال لك أيوة لأن الدعاء هو العبادة. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح الدعاء هو العبادة. ثم تلا النبي قول الرب العلي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح أفضل العبادة الدعاء. ليه؟ لأنها أكثر عبادة تعلمنا نعمة الذل والانكسار، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ليه؟ لأنه بيكون في عز الذل والانكسار حاطط الجبهة والأنف اللي هم أكتر حاجة بيعتز بهم الإنسان حاططهم في التراب وبيقول سبحان ربي الأعلى. يا سلام، وزي ما قلت لك وبقول لك دايما كل ما تنزل تحت تطلع فوق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ما تتواضع لله كل ما ربنا يرفعك، كل ما تنزل وتذل نفسك لله كل ما ربنا يكرمك، كل ما الدعاء يكون في ذل والانكسار لله سبحانه وتعالى كل ما بيكون أقرب للدعاء للاستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ما فيش حاجة أفضل عند ربنا من الدعاء، إن أنت تحس إنك محتاج له، إنك تحس إنك مالكش غيره، وفعلا ملناش غيره. الناس النهاردة كتير من الناس كتير من المسلمين عايشين في كرب وتعب ومشاكل ومشقة و مشكلة الناس النهاردة إن بعض الناس فهمت إن مصيرها وحياتها ومستقبلها وحل مشاكلها بإيدين فلان وفلان وفلان وفلان، ونسيوا إن كل الكون ده كله وكل الناس نواصيهم بيد المولى عز وجل. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قبل ما تقول يا فلان لو سمحت يا فلان بيه ويا فلان باشا ويا فلان الحقني انجدني انقذني وصلني للموضوع الفلاني خلصت الموضوع الفلاني، قوم وادعي قول يا رب اللهم يسر لي الأمر الفلاني، يا رب سخر لي قلوب العباد إن هم يخدموني ويكرموني، يا رب حنن علي قلوب الناس، يا رب يا رب. أذكر يا جماعة مرة كنت داخل أخلص موضوع في مصلحة إحدى المصالح الحكومية، والكلام ده حتى كان قبل الفضائيات والشهرة والكلام ده كل ده ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. فداخل أخلص موضوع كده فكنت محتاج ختم معين، فلقيت موظف قايم من على المكتب بتاعه جاي لي أؤمر يا شيخ. قلت له والله عايز ختم الفلاني من المكان الفلاني. قال لي تعالى ومشي وخلصت كل حاجة بابا. وانا في دماغي ان هو بعدها يقول لي طبعا الشاي والقهوه والنسكافيه والحاجات ديت يعني، فاذا بي بقول له انا مكسوف منه بقول له يعني طب حضرتك يعني جزاك الله خير. قال لي والله ما عايز حاجه، اوعى تفهمني غلط، انا شفتك حبيتك حبيت اخدمك. وانا ماشي موظف تاني راح مقابلني قال لي فلان ده كان بيعمل لك ايه؟ قلت له كان بيخلص لي الموضوع الفلاني. قال لي ما طلبش منك حاجه؟ قلت له ابدا. قال لي سبحان الله الراجل ده اكتر واحد بيوقف المراكب السايره، عمره ما يخدم حد بل لو قدر يأذي الناس بيأذيهم، ربنا سخره لك. قلت له الحمد لله، تسخير ربنا للإنسان علشان ربنا يكرمك، وانت لما بتدعي وتخلص الدعاء لله ربنا بيسخر لك قلوب العباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني، ما تطلبش من حد إلا ربنا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ده كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف أسوتنا وقدوتنا في الأنبياء والمرسلين، والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الأنبياء والمرسلين تعال نشوف كانوا بيدعوا بيقولوا إيه. سيدنا نوح عليه السلام اللي دعا قومه كم سنة؟ 950 سنة، ولم يستجب معه في 950 سنة، كما في بعض الروايات إلا 13، وفي الروايات الثانية قالوا 80 واحد استجابوا في 950 سنة.
رغم ذلك لم ييأس ولم يقنط، لكنه توقف بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص محدش هيؤمن بعد كده، مش ربنا اللي استغفر الله بيجبرهم انهم ما يؤمنوش، لا ربنا مصطلع على قلوبهم فعرف انه ما فيش حد هيؤمن بعد النهاردة. خلاص خلاص يا نوح اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، خلاص عشان تطلع بقى بالثلة المؤمنة اللي معاك ديت وتهرب من بلاد من القوم الكافرين دولت، لان كلهم هيغرقوا وكلهم هيجي عليهم الطوفان وهيموتوا. في اللحظة ديت سيدنا نوح لما لقى الكل خلاص ما حدش عايز يؤمن بعد الثلة البسيطة اللي امنت ديت، فدعا ربه أني مغلوب، ما قالش فانصرني لأن كلهم بيعملوا العمل لله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف الإجابة بفاء التعقيب والسرعة، حس معايا بالمعنى وحس بحسن ظنك بالله إنك لما هتطلب من ربنا حاجة ربنا هيكرمك وفي أسرع وقت وبسرعة وما تخافش. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه يعني سيدنا نوح على ذات ألواح ودسر، دسر اللي هي المسامير، يعني حملناه في السفينة، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لو كانت هتمشي كده بقدرة الربان أو البحار هتغرق، لأن الأمواج ربنا وصفها قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، إنما قال إيه؟ قال تجري بأعيننا. يا سلام يا سلام على رحمة الرحيم الرحمن، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أول ما دعا جاءت فاء التعقيب والسرعة ففتحنا أبواب السماء. الله سبحان الله. تعال نشوف سيدنا إبراهيم خليل الرحمن جلس في يوم من الأيام يتذكر نعم ربنا عليه. عمرك جلست مرة بجد بالله عليك، عمرك قعدت مرة كده تفتكر نعم ربنا عليك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عايزك الليلة دي بعد الحلقة اقعد كده وهات ورقة وقلم وعد نعم ربنا عليك، وشوف انت في مقابل النعم ديت قدمت ايه، عملت ايه، شكرت ربنا ولا ما شكرتش، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. الواحد كل ما ربنا بيكرمه بنعمه حبيبي والله يفضل ليل ونهار يقول اللهم اني اعوذ بك ان ابدل نعمتك كفرا، يا رب اوزعني ان اشكر نعمتك يا رب، يا رب قدرنا ان احنا نشكر نعمتك وفضلك علينا، فضلك كبير علينا يا رب، احنا غرقانين في نعمك يا رب، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. سيدنا ابراهيم جالس عمال بيتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى، فقعد بيقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبعدها بدأ بقى يدعي، بعد ما قعد يتذكر نعم ربنا عليه بدأ يدعي. أول ما بدأ يدعي قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اوعى ننسى دعوة سيدنا إبراهيم لأهل مكة لما دعاهم الدعوة الجميلة الجميلة الرائعة، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني بيقول اللي يؤمن بالله واليوم الآخر هو ده اللي رزقه بس يا رب من الثمرات. شوف ربنا يرده ليه، قال ومن كفر. لا يا إبراهيم عليه السلام، أنا مش هرزق بس اللي بيؤمن بالله واليوم الآخر، لا لا لا، حتى اللي بيكفر بالله واليوم الآخر برضه هرزقه، ما أصله خلق من خلقي فلازم يرزق، لكن حسابه عندي بقى يوم القيامة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. عايز أقول لكم أعظم دعوتين في الكون ده كله، من يوم ما ربنا خلق سيدنا آدم عليه السلام لحد قيام ساعة كان في أعظم دعوتين، حد فيكم عارفهم؟ هقولهم لكم ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد رجعنا لكم بعد الفاصل. حبايبي عايزين نعرف أعظم دعوتين في الكون ده كله، أجمل دعوتين بجد، أجمل دعوتين في الكون ده كله. رقم واحد دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة سيدنا محمد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. سيدنا إبراهيم دعا دعوة جميلة قوي، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن إن حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي نورا يخرج منها أضاء منها قصور الشام. يا سلام، يبقى دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية ودي أجمل دعوة أيضا في الكون، هي دعوة سيدنا موسى بأن ربنا سبحانه وتعالى يمن بالنبوة على أخيه هارون. لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى إلى فرعون من أجل أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، خد بالك بقى، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، خليه نبي زي وأشركه في أمري. ليه يا سيدنا موسى؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال جل وعلا: قد أوتيت سؤلك يا موسى. خلاص، من اللحظة دي هارون عليه السلام بقى نبي، بقى نبي من الأنبياء بفضل دعوة أخيه موسى عليه السلام. ولذلك كان أفضل دعاء من أخ لأخيه هو دعاء سيدنا موسى لأخيه هارون، إنه دعا وطلب من ربنا إن ربنا يمن على أخيه هارون بنعمة النبوة، فصار نبيا منذ هذه اللحظة بفضل الله سبحانه وتعالى. وده يذكرني بحاجة جميلة قوي في عهد سيدنا موسى، قبل ما ننتقل لبقية الأنبياء، إن حدث قحط وجد في عهد سيدنا موسى. الأرض مش عايزة تطلع زرع، والناس جاعت وتعبت، وحصل قحط وجفاف عجيب جدا في العهد دوت. فسيدنا موسى لقى بني إسرائيل جوله وقالوا: يا كليم الله، ادعوا الله أن يسقينا الغيث. فقال: هيا نخرج إلى الصحراء كي نلجأ إلى رب الأرض والسماء. وخرجوا للصحراء يا حبيبي، والذل والانكسار دايما دايما بيصاحب الإنسان المؤمن، بيذل نفسه لله ويعرف والله الذي لا إله غيره. كلما بنذل نفسنا لله، كلما بنلاقي نفسنا في عزة بفضل الله، ذلنا لله هو عين العزة. فخرج وقال: اللهم انشر علينا فضلك وإحسانك، اللهم اسقنا الغيث. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل واحد بس من ضمن 70,000، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ طب أنا أطلع العبد ده إزاي؟ ده 70,000 أسمعهم صوتي إزاي؟ فقال جل وعلا: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ، اتكلم أنت وأنا هسمع صوتك لل70,000. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى بأعلى صوته: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي، ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب، نفسي أشوفه. فقال جل وعلا: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع،
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصية، حاشا لجودك أن تقنط عاصية. الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. يا رب يا رب دايما خليها على لسانك، ودايما خليها على لسانك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مفيش حد النهاردة عنده هموم؟ هموم المسلمين كترت، وأحزان المسلمين كترت. اللهم فرج هم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين. قوموا وادعوا واطلبوا، قوموا صلوا ركعتين قيام ليل واطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. سبحان الملك، سيدنا سليمان عليه السلام قام ودعا وطلب شيء لا يمكن يكون لحد من بعده حتى لو كان نبيا مرسلا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما مشينا مع دعوات الأنبياء وكل نبي ربنا استجاب له دعوته، جينا عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي ما طلبش حاجة لنفسه، كل اللي طلبه كان لأمته. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد اللي ضحى بكل حاجة عشاننا، وعمل كل حاجة عشان نبقى مسلمين، وتعذب وأوذي وطرد من مكة، وشاف اللي ما حدش شافه، وهو نفسه اللي قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ورغم كل دوت حتى دعوته اختبأها شفاعة لأمتي. وأمته يا ترى حالها يرضي النبي؟ ترى لو النبي شاف أمته النهاردة وشاف أحوال أمته النهاردة وشاف اللي بيحصل بين أمته النهاردة والمظالم اللي بين أمته وبين المسلمين وتقصير كتير من المسلمين في حق ربنا وفي حق النبي وبعد كتير من بنات المسلمين عن الحجاب زي أمهات المؤمنين وأكل كتير من الناس النهاردة للحرام والبعد عن الحلال والأشياء الكتيرة والتقصير وترك الصلاة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والخيانة والظلم وعدم الوفاء اللي انتشر النهاردة بين كتير من الناس. يا ترى النبي هيكون راضي ومبسوط لما يشوف حال الأمة؟ تخيلت مرة ان النبي لما راح الطائف عشان يدعوهم وضربوا النبي بالحجارة وهو رايح ماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم 90 كيلو رايح وتسعين كيلو جاي: يا حبيبي يا رسول الله تعبت عشاننا كتير، واحنا مش عارفين نقدم ايه عشان نرضى ربنا ثم علشان نوفيك حقك يا رسول الله. تخيلت انه بعد ما رجع من الطائف بدل ما يرجع على مكة، لا رجع على بلاد المسلمين دلوقتي، وبعد التعب اللي شافه وبعد الأذى اللي شافه وبعد ما نزل في رجليه بالدماء الشريفة ليه شاف المسلمين أو بعض المسلمين أو كتير من المسلمين اللي قاعدين على المقاهي واللي في السينمات واللي في الملاعب واللي في الاستاد، والبنات اللي قاعدة في الاستاد بتشجع الماتشات، والبنات اللي خارجة متبرجة، والرجال اللي بيعقوا أبائهم وأمهاتهم عشان خاطر يرضي زوجاتهم، والشباب اللي بياكل حرام، والشباب والشباب. فشاف المنظر، أنا متخيل إيه اللي ممكن يحصل للنبي في اللحظة دي. ده آخر بسمة حبيبي ابتسمها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كانت بسمته لما زاح الستارة ولقى المسلمين بيصلوا خلف أبي بكر، فانبسط واطمن على حال الأمة: أمتي بتصلي، أمتي بتسجد لربي، دعوتي أثمرت. فابتسم وقفل الستارة، وبعدها فاضت روحه إلى بارئها. دي كانت آخر بسمة. ليه بعد البسمة ديت بيخلي قلب النبي يحزن على حال الأمة؟ محتاجين نرجع مرة تانية ومحتاجين نفهم. شوف النبي اختبأ دعوته شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الدعاء يا مسلمين، الدعاء. سيدنا عمر بن الخطاب أسلم بفضل دعاء النبي بعد تقدير ربنا لهداية عمر بن الخطاب.
النبي كان بيدعي، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، كان بيقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم بدعاء النبي. النصرة في يوم غزوة بدر كان أولا بتوفيق ربنا ثم بدعاء النبي، كما عند البخاري النبي رفع إيديه وقعد يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هؤلاء الثلة المؤمنة من الرجال من الصحابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد على الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، دعاء النبي. فنزل النصر في لحظتها، في لحظتها لقى سيدنا جبريل جاي وداخل يقاتل هو والملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. في نفس اللحظة النبي قال سيهزم الجمع ويولون الدبر خلاص، وقال في نفس اللحظة إني لأنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، بدعاء. وفي يوم غزوة الأحزاب لما اجتمع 10,000 كافر عشان عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة ويقضوا على الإسلام، وقف النبي يدعي كما عند البخاري قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، في يوم من الأيام النبي قاعد وسط الصحابة فبيقول لهم كما عند مسلم رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، في رواية الترمذي قال منهم البراء بن مالك. مرت الأيام وجي يوم فتح تستر واستعصت الموقع على الصحابة، وبعدين معهم البراء بن مالك، قالوا يا براء استعصت علينا هذه الحصون، ادعوا الله وأقسم على الله يا براء. فرفع البراء يديه وقال بدعش دعاء عادي، قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك، فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. يا سلام، قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة في يوم فتح كابل برضو استعصت عليه، فرح سأل الجنود أين محمد بن واسع، محمد بن واسع واحد من خيرة التابعين، فسأل فين محمد بن واسع، قالوا له نشوفه، راح يدور عليه لقوه واقف متكئ على عصا رافعا يديه إلى السماء بيقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنزل نصرك على عبادك المؤمنين. فما رضيوش يخلوه يقطع الدعاء، فرجعوا لقتيبة بن مسلم قالوا له وجدناه رافعا يديه إلى السماء يدعو ويبكي، قال أبشروا والله بالنصر. فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. يا سلام، دعوة المؤمن أحسن عنده من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب قوي، لأن دعوته يفتح لها أبواب السماء بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب كان بيدعي في آخر أيامه ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، فربنا رزق الشهادة وجعل ميتته في بلد الرسول بل ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. أذكر أن في يوم الأيام واحد في زماننا دوت راح يحضر جنازة صاحبه مات، فوقف عند القبر ومش عارف يدعي يقول إيه، فطلعت منه دعوة بسيطة وقال له يا رب الميت دوت اللي هو صاحبه، الميت دوت لو كان ضيفي كنت أكرمته، وأنت أكرم الأكرمين فها هو ضيفك فأكرمه. فأخو الميت شافه في الليلة ديت وهو بيسبح في أنهار الجنة، فسأله بما حدث ذلك، قال بدعوة فلان. فرح سأله قال له أنت قلت إيه، قال له ما قلتش حاجة، كل اللي قلته قلت له يا رب ده لو كان ضيفي كنت أنا أكرمته، وهو دلوقتي ضيفك يا رب وأنت أكرم الأكرمين فأكرمه يا رب العالمين. قد إيه لازم يكون عندنا ثقة في الله وحسن ظن بالله، قد إيه لازم يكون عندنا ذل وانكسار بين إيدين ربنا، إن إحنا فعلا نفتكر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله،
افتكر دايما مهما ربنا اداك من مال انت فقير، انت مستخلف في المال دوت. افتكر دايما مهما اداك ربنا من قوة انت ضعيف وربنا هو القوي سبحانه وتعالى. افتكر دايما مهما ربنا اداك من منصب وجاه انت ذليل، الله هو العزيز سبحانه وتعالى. استمد عزتك من ذلك لله سبحانه وتعالى. يلي بتشتكي من ذنوبك، يلي بتشتكي من اي مشكلة في حياتك، افتكر قول المولى عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، يا سبحانك يا ربي لا إله غيرك ولا رب سواك سبحانه وتعالى. يلي بتشتكي من ذنوبك وآثامك، يلي بتقول عملت ذنوب كتير وآثام كتير، قم وادعي وافتكر قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي اللي رواه الترمذي بإسناد حسن، لما ربنا بيقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني. أهو الدعاء أهو، بس مش دعاء وبس، ما ينفعش معاه رجاء حسن ظن بالله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لسه هنكمل موضوعنا، ولكن بعد فاصل قصير. صل على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رجعنا لكم بعد الفاصل، وإن شاء الله احنا في انتظار تليفوناتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير. أحبائي في الله، يلي بتشتكي من ذنوبك وأثامك زي ما قلت لك، افتكر قول المولى عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اوعى تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يلي بتشتكي من عقوق الأولاد، يلي بتشتكي من ان زوجتك لسه ربنا ما هداش، او انت بتشتكي من ان زوجك لسه على معصية، او يلي بتشتكي من ان امك او ابوك لسه على معصية وبعاد عن طاعة ربنا، عليكم بالدعاء. ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، لما لقى ان امه مش عايزة تسلم راح لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أمي أدعوها للإسلام فلم تسلم، وقد أسمعتني فيك اليوم ما أكره، وأنت رجل مبارك، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة رجع البيت لقى الباب مقفول، قال: فإذا الباب مجاف. قال: فسمعت خطخضة الماء، فوجدت أمي قد عجلت بدرعها وخمارها، ثم فتحت الباب وقالت: أبا هريرة. قلت: أجل يا أمه. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يلي بتشتكي من قلة الفلوس ومن ضيق ذات اليد، ويلي بتشتكي من كتر الديون، افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد والترمذي بسند حسن، دخل في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام المسجد، فلقى واحد من الصحابه مهموم ومتضايق وزعلان، فساله قال: ديون علي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبرك بكلمات اذا قلتهن ادى الله ما عليك، ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا، لو كان عليك ديون قد الجبال ربنا هيأديها عنك. قال: ما هي يا رسول الله؟ احفظوا الكلمات ديت، كلمات قولوها بثقة، والله لو عليكوا ديون الدنيا كلها هتتأدى، بس يكون معاها حسن ظن بالله ونية صافية ان انتوا تأدوا الدين اللي عليكوا، لان النبي قال كما عند البخاري: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنهم. يا سلام، شوف النبي علم الصحابة قال له ايه. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغنني بفضلك عمن سواك. هعيده تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا سلام، ويلي اتحرمت من الذرية، وأسأل الله عز وجل أن يرزق بنات المسلمين أزواجا صالحين، وأن ربنا يرزق شباب المسلمين زوجات صالحات، وأن ربنا يكرم اللي لسه ما رزقش بذرية يرزقه بذرية صالحة. قولوا آمين. يلي حرمت من الذرية، عليك بدعاء سيدنا زكريا، قال:
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي سورة تانية قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ادعوا خل عندكم يقين في الله وحسن ظن بالله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ما تخافوش. افتكروا قول عمر بن الخطاب اني لا احمل هم الإجابة ولكني احمل هم الدعاء. ويلي طال عليك المرض وبقالك سنين طويلة نفسك ان ربنا يشفيك عليك بدعاء سيدنا ايوب. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. حقيقة الدعاء لي فوائد عظيمة يا جماعة. أنا النهاردة مش هتكلم في مسائل فقهية بقى عن آداب الدعاء وشروط الدعاء وحاجات كتيرة مش موضوع. أنا بتكلم عن روحانيات الدعاء. عشان كده عايز أتكلم عن فايدة الدعاء. عايزك تحس بفايدة الدعاء. الدعاء ممكن يجمع لك خير الدنيا والآخرة بفضل الله. اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. لما بتدعي الدعوة بعض الناس يقول دعيت كتير قوي وربنا ما استجاب ليش. إيش عرفك ربنا هيديك حاجة من ثلاثة. يا إما ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك في الحال. يا إما ربنا سبحانه وتعالى يختبئ لك الدعوة دي يكرمك بها يوم القيامة يفرج بها عنك كربة من كرب يوم القيامة. يا إما يصرف عنك من السوء والشر ما يوازي نفس الدعوة. تخيل اهو نص الحديث إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالصحابة قالوا ده حاجة حلوة أو بقى. قالوا إذا نكثر يا رسول الله. قال الله أكثر. يا سلام اقعدوا اطلبوا زي ما انتوا عايزين ربنا هيديكوا اللي انتوا عايزينه اكتر واكتر. والله لا يعجزه شيء في الأرض والسماء بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ادعوا اطلبوا وما تقولش دعيت كتير قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فتستحسر عن الدعاء وتترك الدعاء. اوعى. النبي بيقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله. أقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء. اوعى. ادعوا انت على يقين والله ربنا هيستجيب لك ان شاء الله. ما دمت ما بتقولش حرام ما دمت ما بتظلمش حد ما دمت ما بتقعش في امور شركيه ان شاء الله ربنا هيستجيب لك ان شاء الله. وليه انا بقول ما دمت ما بتاكلش حرام؟ لان اللي بياكل حرام ربنا ما بيستجبلوش دعاء. النبي كما عند مسلم ذكر الرجل يطير السفر يمد يديه الى السماء وهو اشعث اغبر ويقول يا رب يا رب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. ازاي ربنا يستجيب لواحد حياته كلها حرام في حرام؟ طب والظلم؟ ما انت ممكن تظلم انسان وتيجي تدعو تلاقي المظلوم ده بيدعي عليك يقول يا رب ما تستجبلوش دعاءه يا رب انتقم لي منه يا رب يا رب. يبقى ربنا هيستجيب لك ازاي ما دمت بتظلم الناس؟ والشرك طبعا ربنا ما يستجيبش للمشرك الا في حاله واحده لو كان كافر وظلم فربنا يستجيب له بس عشان مظلمته بس اما غير ذلك لا. خد بالك من الحته ديت مهمه قوي قوي ان احنا نفهم ان في امور فعلا بتعوق استجابه الدعاء. ما دون ذلك خلي عندك يقين ربنا ان شاء الله هيستجيب دعائك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اما ان ربنا سبحانه وتعالى هيعجل لك الدعوه في ساعتها او ربنا هياجل لك الدعاء ده للاخره يفرج عنك كرب يوم القيامه لدرجه ان انت لما تيجي يوم القيامه تقول يا ريت ربنا ما استجابليش ولا دعوه في الدنيا وخليها لي كلها ليوم القيامه عشان يوم القيامه تفرج عني كل الكربات. ويا إما يكون في شر نازل في اللحظة ديت عليك وانت في نفس الوقت بتدعي فالدعاء يلتقي بالقضاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة فالدعاء يمنع البلاء. أدي رقم واحد إن الدعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة. حاجة تانية إن المداومة على الدعاء من أسباب إغاثة الإنسان في الكروبات. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. فاكرين حضراتكم الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفلت عليهم الصخرة كل واحد دعا بخالص أعماله وتوسل إلى الله بصالح الأعمال فربنا فرش كروبات الثلاثة وانزاحت الصخرة وطلعوا من الغار بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة الدعاء سبب لتفريج الهم والغم. فاكرين حضراتكم سيدنا أبي بن كعب لما قال للنبي يا رسول الله أنا بدعي لك بدعي لك في سجودي وبدعي لك في يعني في دعاء يا رسول الله وقبل بين التشهد والتسليم يعني بدعي لك يا رسول الله في صلاتي فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي لك؟ ما هي كلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما هو ده دعاء لكن بتدعي للنبي مش لنفسك.
فأنت بتدعي للنبي عليه السلام. فقال له كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أجعل لك من دعائي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، وبعدين قال له الثلث، وبعدين قال له النص، وبعدين في الآخر خالص أبي بن كعب حسب قال طب يعني ده النبي يستحق مننا كل خير. فقال إذن أجعلها كلها صلاة عليك أي دعاء لك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. كل ما تصلي على النبي وكل ما تدعي وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كل ما ربنا يفرج همك، كل ما ربنا يغفر ذنبك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4، الدعاء سبب لمغفرة الذنوب. ولسه قايلنا من شوية قبل الفاصل قول المولى عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رقم 5، الدعاء سبب في رغبة الإنسان فيما عند الله والطمع في فيما عند الله عز وجل. في الحديث القدسي الجميل اللي رواه مسلم إن رب العزة بيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا مني القوة والغذاء والرزق وأنا هديكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني الكساء وأنا هديكم اللي انتوا عايزينه. سبحان الله، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. سبحان الله، الإبرة لما تحطها في البحر تطلع أي ولا حاجة. رقم 6، الدعاء سبب للفوز بمعية الله. في حديث المولى عز وجل، حديث قدسي، المولى عز وجل بيقول أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. لا، في رواية تانية جميلة وصحيحة عند مسلم أن المولى عز وجل بيقول أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هتفوز بمعية الله، ومن كان الله معه فمن عليه. بس خلاص فزت بمعية مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. رقم 7، الدعاء سلاح المؤمن. سلاحك يوم ما بتقع في أزمة بتقول يا رب، يقولك لبيك عبدي. يوم ما بتذنب وعايز ربنا يغفر لك يا رب قد غفرت لك يا عبدي. يوم ما بتعوز انك ربنا يكرمك وتحقق أمنية معينة بتقول يا رب، يقول لك هحققها لك يا عبدي. يوم ما ابنك بيمرض ولا اي حد ولا بيحصل اي حاجة لا قدر الله، يا رب اشفي لي ابني هشفيه لك يا عبدي. ادعي واطلب من ربنا، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، امن يجيب المضطر اذا دعاه. حيزك وانت بتدعي تفتكر دعاء المضطر كأنك في بحر والبحر ده هاجت فيه الأمواج والناس كلها هتغرق وانت في اللحظة بتقول يا رب يا رب، نفسك ان ربنا ينجيك وده بحر. فتخيل بقى واحد بيدعو دعاء وهو عايز ينجو من نار جهنم وهو نفسه يخش جنة الرحمن، هيبقى الدعاء طالع من قلبه عامل ازاي؟ ادعي ادعي من قلبك وخلي الكلمة طالعة بذل وانكسار، يا رب يا رب ماليش غيرك، ماليش غيرك يا رب، أنا العبد الذليل، أنا الفقير، أنا المحتاج، أنا يا رب ماليش غيرك يا رب، يا رب استرني يا رب اكرمني يا رب. وخليك ذكي، كتر الدعاء لإخوانك المسلمين، لأن كل دعوة بتدعيها الأخ مسلم أو كل دعوة بتدعيها لأختك المسلمة عندها ملك موكل بيقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل. عشان كده زي ما بنقول يا جماعة الدعاء ليه ثلاث مقامات مع البلاء والقضاء والقدر. إما إن هو يكون أضعف من القضاء والقدر فالقضاء يقع لكن الدعاء يخفف من وقوع القضاء، خدوا بالكم. وإما إن يكون أقوى من القدر، خدوا بالكم بقى، فيمنع وقوع القضاء على هذا الإنسان. وإما إن يكون متساويين فيتصارعان ويعتلجان إلى يوم القيامة فلا ينزل البلاء. يا سلام، يبقى في كل الأحوال الدعاء نافع. ولذلك قال حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بإسناد الحسن لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء، ده استثناء بقى،
ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يعني حتى لما المصيبة تقع وتقول يا رب يا رب، بيخفف عنك المصيبة وبيأجرك وبيكرمك وبيزح عنك. طب واللي ما نزلتش يمنع انها تنزل، يمنع المصيبة لها انها تنزل. علشان كده النبي هو ده بقى السر في الموضوع. عشان كده النبي قال لك لو حبيت ان ربنا يفرج عنك في الشدائد والكرب قبل ما الشدة تنزل وقبل ما الكرب يجي ادعي في الرخاء. اوعى تقول الحمد لله انا قاعد دلوقتي في قصر ومعايا فلوس وعندي والحمد لله والصحة زي الفل، هدعي ليه؟ مش محتاج اقول يا رب شفيني ولا يا رب غنيني، ما انا الحمد لله ربنا شفيني وغنيني. ما هو ممكن في لحظة القصر يروح والصحة تروح بكلمة كن فيكون. فقبل ما الصحة تروح وقبل ما القصر يروح وقبل ما نفقد كل حاجة نقول يا رب احفظ لنا البيت اللي قاعدين فيه، يا رب احفظ صحتنا، يا رب يا رب يعني يا رب اكرمنا يا رب في أولادنا، يا رب اكرمنا في أزواجنا. أحد الدعاء بيحكي إن في يوم الآن بعد محاضرة قالوا تعالى نواسي واحد حصلت له مصيبة كبيرة. خير يا جماعة إيه اللي حصل له؟ قالوا له قدر الله ما شاء فعل، هو رجل غني جدا وعايش في قصر كبير ومخلف 11 ولد وبنت، أكبرهم ولد عنده 23 سنة وأصغرهم بنت أمورة عندها سنتين. وفي يوم من الأيام كان في فرح من حد من قرايبه، فخلى ابنه الكبير ياخد زوجته اللي هي أمه يعني الولد يعني وأخواته كلهم 11 ويروحوا الفرح ده لأنه هو ما كانش فاضي. وفي الطريق العربية اتقلبت، ماتت الأم ومات 11 ولد في لحظة. وهو اللي كان صاحب عزوة وغنى وثروة وصاحب شركات، الرجل فقد النطق وجاله حالة ذهول، بقى قاعد باصص للسماء ودموعه على خده. في لحظة راحت الأم الزوجة، وفي لحظة راحت 11 ولد وبنت، مبقاش عنده حاجة. وراجل كبر وسنه عدى 60، يعني خلاص مفيش شكل ان يجي ولد تاني ولا تيجي زوجة تانية. في لحظة يا جماعة كل حاجة بتروح، وفي لحظة كل حاجة بتيجي. فقبل ما كل حاجة تروح قول يا رب، قول يا رب احفظ علينا النعمة، يا رب احفظ علينا الصحة، يا رب احفظ علينا نعمة الإسلام وثبتنا على الدين. يا رب يا رب. شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، بيقول لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة. حديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الدعاء الدعاء أحبايبي، محتاجين نلجأ لربنا. أكيد كل واحد فينا عنده مشكلة، وأكيد كل واحد فينا عنده ابتلاء، وأكيد كل واحد فينا في حاجة مضايقاه وتعبان. قول يا رب وخلي عندك يقين في الله، اوعى تنزعج ولا تستعجل، اوعى تستعجل. قول يا رب وخلي عندك ثقة ان ربنا سبحانه وتعالى والله ارحم بنا من رحمة الام بطفلها الرضيع. قال ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو ربنا هيستفيد ايه من عذابنا؟ بعض الناس بتظن عياذا بالله ان ربنا بيعذبنا ليه؟ طب ليه بنبتلى الابتلاء دي كلها؟ وان الله عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم. ربنا لما بيحب حد بيبتليه، بيغفر ذنوبه، بيستر عيوبه، بيرفع درجته في الجنة، بيكرمه، بيدفع عنه بلاء كبير جدا، بيزود وبيرفع منزلته في الجنة. كل ده من البلاء. وعشان كده كان أشد الناس بلاء هم الأنبياء والمرسلين. عمر ما في حد فينا، لا يمكن حد فينا هيبتلى زي ما ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حد فينا أكرم على الله من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك ابتلي ابتلاءات شديدة جدا؟ حد فينا في يوم من الأيام حصل له اللي حصل مع النبي ورغم ذلك كم الكلمة اللي على لسانه؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا ما يهمنيش أي بلاء ينزل يا رب، المهم إن أنت تكون راضي عني ومش غضبان علي. حبيبي ربنا يبارك فيك رب العالمين. الحلقة دي عزيزة أوي على قلبي،
ونفسي نسمعها لكل إنسان مبتلى، ونفسي نسمعها لكل إنسان بيهمل الدعاء وبينسى الدعاء وبيغفل عن الدعاء. الحلقة دي إن شاء الله بعد انتهائها مباشرة بساعة أو ساعة ونص إن شاء الله هتلاقوها على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، هتلاقوها على الموقع بتاعي إن شاء الله، يعني إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله تلاقي كل حلقة بعد الحلقة مباشرة بساعة أو ساعتين إن شاء الله تلاقوا الحلقة على الموقع لو حبيتوا تسمعوها تحملوها تدوها هدايا لحبايبكم. المهم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، بحبكم في الله. بالله عليكم، بمناسبة الدعاء، ما من مسلم يدعو بظهر الغيب لأخيه إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. إن شاء الله نستقبل الاتصالات بعد الفاصل دوت، ولكن قبل الفاصل بقول لكم مدام الدعوة مستجابة وفي ملك موكل بيقول آمين ولك بمثل، أدعي لكم وتدعوا لي، أدعي لكم إن ربنا يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا لي إن ربنا يقدرني إن أنا أقدم لأمتي أكتر وأكتر لحد ما نلتقي إن شاء الله على حوض النبي. فاصل قصير ونرجع لكم، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الفاصل الأخير وإحنا في انتظار تلفوناتكم وإيميلاتكم إن شاء الله ومناسبة الإيميلات، ولكن قبل الإيميلات عايز أقول حاجة، عايز أقول إن في واجب الأسبوع ده بالله عليكم يا ريت ما ننساش، النهاردة الثلاث ننساش نصوم الخميس والاثنين اللي جاي إن شاء الله، يبقى اثنين وخميس إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير، وهنصلي لله دي وكل ليلة ركعتين قيام ليل، ونقوم نصلي كده في الثلث الأخير حينما ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وكل هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. أخويا حبيبي لو ليك مصلحة راح تقضيها بكرة، أو في عندك كرب مضايقك، أو عندك مريض، أو عندك ضيق مالي، أو عندك أنت نفس الحاجات ديت، بدل من اسأل سين وعين وصاد قوم واسأله رب الأرض والسماء، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قوموا بالليل وادعوا، وادعوا لبعض. لو عليك دين قول يا رب سد دين كل مسلم مديون، فربنا هيسد دينك لان في ملك موكل هيقول امين ولك بمثل. لو عندك مريض قول يا رب اشفي مرضى المسلمين، فربنا هيشفي مريضك لانك دعيت لمرضى المسلمين. لو ابنك عايزه ينجح قول يا رب نجح طلاب المسلمين، ربنا هينجح طلاب، هينجح ابنك. انا لما كنت اروح اعتمر او احج ما كنتش ادعي لنفسي، كنت اقول يا رب وانا بطوف حول الكعبه يا رب تقبل كل اللي معايا دلوقتي في الحرم، يا رب يا رب اقبلهم، يا رب يا رب تقبل منهم عمرتهم وحجهم يا رب العالمين. كان يعني احساس جميل قوي. اخر حاجه بسيطه عايز اقولها بالله عليكم، الواجب الاولاني الصيام اثنين وخميس، ثاني ركعتين قيام ليل، ثالث حاجه معنويه كده حلوه عايز نعملها بالله عليكم، هديه بسيطه قوي قوي كل واحد فينا وكل واحده هنجيبها للام والاب، حتى لو هديه بجنيه أو بريال أو بدولار، هدية بسيطة للأب والأم. طب ما فيش غير الأم نجيب للأم، طب ما فيش غير الأب نجيب للأب، طب لو الاثنين ماتوا نتصدق عنهم. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. ومعانا اتصالات، السلام عليكم. الأخت إيمان السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، ازاي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني الواحد مش عارف يقول لك إيه على حضرتك بتعمله مع جمهورك. الله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب دايما. الله يخليك يا شيخ، ثلاث أسئلة إذا بتسمح لي. تحت أمرك. أول حاجة أنا عندي ديون كتير جدا. ربنا يسد معاك يا رب. عايزة أسأل على حاجة، هل أسدد الديون دي بدون ما أتصدق؟ يعني أنا يعني الحمد لله الحمد لله أنا بحب أتصدق قوي. فهل أعمل الاثنين مع بعض، يعني أسدد جزء من الديون وأتصدق، ولا أمنع نفسي من الصدقة خالص ودي يعني حاجة أنا شايفها صعبة وإن أنا أسدد ديوني، وخصوصا إن الديون اللي عليا محدش الحمد لله بيستعجلني فيها بس أنا بسددها بس هتاخد وقت. فهل في الوقت ده أمتنع عن الصدقة ولا أعمل الاثنين مع بعض؟ حاضر حاضر. السؤال الثاني اذا بتسمح لي، اتفضلي. قيام الليل ينفع ان انا اصلي مثلا ركعتين قيام الليل مثلا الساعه 12 بالليل واحده علشان بعد كده انام اربع ساعات واصحى اصلي فجر، ولا لازم قيام الليل يبقى بعد نوم يعني اصحى من النوم؟ نعم حاضر. دي حاجه. حاضر. الحاجه الثالثه، انا متزوجه وزوجي يعني حال قلب يعني بمعنى اصح. نعم. ومصر على ان هو يسيبني زي ما يكون شايفني بني ادم يعني. نعم. يعني وانا عايزاه. نعم. وصبرت مدة طويلة جدا جدا. نعم. هل أفضل صبر علشان أنا عايزاه ولا يعني أقول خلاص ربنا كتب لي كده وأيأس يعني، ولا أقول خلاص ربنا كتب لي الخير؟ أنا محتارة. أنا هجاوبك على ثلاث أسئلة حالا يا أختي إيمان. السؤال الأولاني
طب ناخد الاخت ميرفت وبعدين نجاوب على ثلاث اسئله بتاعت اختي ايمان. طب السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك ليا سؤالين بس. اول سؤال، انا ابتديت النقاب من يعني بقالي تقريبا 6 شهور أو 7 شهور. نعم. والحمد لله كنت في اوله مبسوطه جدا بيه ومرتاح، وانا اللي لسه رغبه مني يعني. نعم. مش محدش جبرني عليه او حاجه، والامور كانت ماشيه عادي. وبعدين بقى لما بدات انزل بيه بالاولاد وكده. نعم. يعني مش عايزه اقول لحضرتك ايه اللي بيحصل بالظبط. نعم. لاني بنزل لوحدي وكده. نعم. والامور كانت ماشيه عادي. دلوقتي بقى من ساعه ما لبسته على طول. نعم. جايب لي برد على طول ومش عارفه ايه سبب ان وشي. رحت سالت الدكتور، من ساعتها كل شهر تقريبا اعيا كل. نعم. شهر. نعم. طيب حاضر حاضر اخت ميرفت. انا يا حاضر انا يا حاضر. معلش في مجالها سريع كده جاوب على اختي ايمان، ربنا يبارك فيكي. هي بتقول عليها ديون كتير قوي، وبعدين بتحب تتصدق، تمنع الصدقه عشان الديون. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول بالنسبه للديون ما ننساش اختي ايمان الدعاء الجميل اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغنني بفضلك عمن سواك، مع النيه الطيبه لاداء الدين. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى احنا نقول لحاجة انت هتأدي الدين اللي عليك، لكن في نفس الوقت ده لا يمنع من ان احنا بدل ما نتصدق بمبالغ كبيرة نتصدق بحاجات بسيطة. يعني لو عليك دين مثلا 50,000 جنيه وانت بتسديهم كل شهر 1,000 جنيه، لا مانع مع ال1,000 جنيه اخت الفاضلة نطلع معهم 50 جنيه نتصدق بيهم على 5 أسر فقيرة، ويبقى كده خدنا ثواب الصدقة وفي نفس الوقت أدينا الدين اللي علينا. السؤال الثاني قيام الليل، ما يشترطش ان انا لازم اكون نايم وبعدين اقوم اصلي، ممكن اصلي قيام الليل في اي وقت من بعد صلاه العشاء، في اي وقت اقوم اصلي ركعتين وبعد كده خلاص الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا وندرك الفريضه. اما في اي وقت، لكن افضل الاوقات طبعا لا شك في ان هو يبقى في الثلث الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بالجلال وكماله. اخر سؤال، الزوج ابتدى يتغير، حصل له حاجه معينه، اتفتن بسبب شيء معين، ما علينا إلا بدرس الليلة الدعاء. وأنا هدعيلك دلوقتي وكل الناس تؤمن: يا ربي حنن قلب زوجك عليك ويألف بين قلوبكم مرة تانية إن شاء الله، ويملى بيتكم المودة والرحمة، قولوا أمين يا رب العالمين، ويملى بيوت المسلمات كلها خير وبركة. عليك بالدعاء، قوم الليلة دي صلي ركعتين قيام ليل، وقادر ربنا سبحانه وتعالى لقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، قادر ربنا يقلب قلب زوجك في لحظة واحدة، يرجع الصبحية يقول لك أنا ماليش غيرك في الدنيا ديت. الأخت ميرفت بتقولي النقاب وهي يعني لبسته، انا عايز اقول دايما يا جماعه اي واحده هتلبس نقاب، ويعني بالله عليك قبل ما تلبس النقاب فكري كويس، مش عشان حاجه اوعى تفتكر ان انا بصد واحده انها تلبس نقاب، لا انا اتمنى كل المسلمات تلبسين نقاب، لكن بقول بتبقى مشكله كبيره قوي لما واحده تلبس وبعدين تقلع النقاب، بتبقى فتنه لغيرها. فعشان كده بقول قبل ما تلبسي قرري حاجتين: الحاجه الاولانيه هلبس النقاب يعني مش هقلعه، الحاجة الثانية هلبس النقاب يعني هلتزم وابقى صورة حلوة، مش هبقى لابس نقاب وعمالة بغتاب وبنم وبكذب وبنقل كلام بين الناس وبظهر قدام الناس بمظهر مش كويس، صوتي عالي وبهزر مع ده وبعمل ده. فلبس النقاب مسؤولية كبيرة، لكن عايز اقول لاخت ميرفت عمر النقاب ما هيجيب لك برد ولا حاجة، بل يحفظك من برد ان شاء الله. انت بيتهيألك حاجة زي كده، وممكن يكون ده مدخل مداخل الشيطان، ان انت لما بتنزلي بالنقاب بتصابي بالبرد. لا، خدي بالك من حاجه، ان لما تخلص النيه لله، وان شاء الله احسبك من المخلصات، لما تخلص النيه لله ان شاء الله ربنا يحفظك من البرد ويحفظك من كل حاجه، وثبات ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك. استاذ هشام من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام حبيب قلبي. والله احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، وسلامي لحبايبنا من اهل الجزائر. شيخ انا اريدك ان تدعيني بالذريه الصالحه. يا رب يرزقك ويرزق كل محروم من الذريه الصالحه يا رب العالمين، بذريه طيبه مباركه يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا استاذ هشام. بارك الله فيك. الاستاذ السيد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك الله يبارك فيك. انا عندي سؤالين بس. اتفضل يا اخي حبيبي. انا ستك شغال في شغلانه يعني اللي هو الحجاره يعني الغضب والتماثيل والرفايع تبع يعني شغل تبع القواعد السياحه. نعم. فعاوز تفسر من شتك هل ده حرام ولا حلال؟ نعم. طيب حاضر. عينيا حاضر السيد، حاضر عينيا حاضر. طيب نقرا الايميلات شويه يا شريف ولا نكمل تليفونات؟
الأخت جهان العمري من أستراليا بتقول نرجو، ودي طبعا موجهة لإدارة قناتنا الحبيبة قناة إقرأ، بتقول أرجو ترجمة الحلقات ليلة في بيت النبي لأن بناتي لا يفهمن اللغة العربية. إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله أخت جهان، ويعني الحمد لله رب العالمين في قناة إقرأ يعني والله ما بيتأخروا عن بذل أي جهد لخدمة الدعوة. ولعلك تلاحظ إن في بعض البرامج اللي في رمضان كلها بتبقى مسجلة قبل رمضان وكلها بتنزل مترجمة، برامج كتيرة جدا الحمد لله ربنا يتقبل يا رب. الأخت فاطمة الزهراء رحموني من أسبانيا بتقول أرجو الدعاء لي بالنجاح هذا العام، ربنا ينجحك وينجح كل الطلاب المسلمين. الأخت فريال مالك بتقول أرجو أن تتحدثوا عن ذوي الاحتياجات الخاصة وتعامل المجتمع، إن شاء الله هنعمل درس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذوي الاحتياجات الخاصة إن شاء الله. شاب مغربي بيقول هل أنا لو صليت الفجر في المسجد ثم رجعت للبيت لأقول أذكار الصباح هل يحسب لي ثواب الحج والعمرة؟ لا، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تجلس في المصلى في المسجد، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يبقى ربنا إن شاء الله يأجرك إن شاء الله. طالب علم من فرنسا بيقول أنا عايش في فرنسا ولكن أبي يريد أن تكون عقيقة ولدي في المغرب، هل يجوز؟ طبعا يجوز مدام رغبة الولد في أمر يعني مباح ما فيش مشكلة خالص إن شاء الله يجوز. الأخ مقصود ووفا من أوزبكستان بيقول أنا بتابع البرنامج وأحبه جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك أخي العزيز. الأخت إسراء من تشاد بتقول هل إذا تزوجت المسلمة من مسيحي هل هو حرام؟ خاصة أنها ستظل مسلمة وستجعل الأولاد كذلك مسلمين. لا طبعا حرام، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج أي واحد مش مسيحي بس، أي واحد على غير ملة الإسلام لا يجوز لمسلمة أن تتزوجه. طيب الأخت فتيحة من الجزائر بتقول ما حكم نتف الحواجب؟ ده حرام لأنه من التنمس أخت الفاضلة، وورد فيها حديث باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة ربنا ويترتب عليه، مدام في ترتب على الذنب ده لعن يبقى معنى ذلك أنه من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى إيه اللعن؟ هو الطرد عياذا بالله. طيب البكاي ابن فاطمة من المغرب بيقول أعاني من مشاكل صحية ومالية مزرية وأفكر في الانتحار، أرجو الدعاء لي بالاسم. ربنا يا رب يفرج همك يا أخي البكاي إن شاء الله ويزيح عنك كل المشاكل الصحية والمالية إن شاء الله أنت وكل المسلمين، واوعى تنتحر لحسن أزعل. طيب مين معايا؟ أم طه مليان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي أم طه. تفضلي يا أختي. أسألك يا عم شيخ، يعني أنا في طب عظيم، أسألك بالله أنك تدعي لي. ربنا يفرج عنا عنك ويثبتك يا رب. يعني من زوجي هكذا عاصي شوية قاسي لعندي هكذا شديد يعني لا من صاحب المعروف هذا يزعل. سبحان الله. هقول لي حاجة أخت المطهر، دايما بيقولوا إيه؟ دايما بيقولوا الزوجة عليها عبء كبير جدا جدا في استمالة قلب الزوج، والحقيقة الزوجة الذكية بفضل الله بتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى انها تخلي قلب الزوج ده يعني يتحول. اولا عليك بالدعاء اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. حاجة تانية حاول شوفه بيحب ايه واعمليه طالما ما فيهوش معصية لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة ودي برضو مسألة مهمة جدا، حاول بقدر الامكان ان انت لو لقيتيه في لحظات معينة قاسي حاول ان انت ما تقبليش القسوه ديت بان انت يعني تظهري له ان انت متضجره من القسوه ديت، حاولي تحسسيه يعني ان انا شايلاك على راسي من فوق مهما عملت. هو في اللحظه ديت ممكن يستحي من سوء معاملته ليكي، يعني ادفع بالتي هي احسن. شوفي العداء ليه، فاذا الذي بينك وبينه عداء كانه ولي حميم. وبعدين فما بالك بقى اذا كان ده بين الغرب، فما بالك بين الازواج. وعليك بالدعاء، كتري من الدعاء ان ربنا يلين قلبه، وحاولي تجري لفعل الخير خصوصا كفالة اليتامى. لما راح واحد للنبي عليه وقال له يا رسول الله أشكو قسوة في قلب، قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ يعني فوق كمان قسوة لين القلب، لا ده أنت كمان ربنا يقضي لك كل مصالحك. أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال أنا أجل يا رسول الله. قال ارحم اليتيم وامسح رأسه ودنه منك وأطعبه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. الأخت الشيماء السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ. أنا غلطت غلطة وحشة قوي. نعم. فعايز أكفر عنها، مش عارفة أكفر عنها ازاي. ما أنا طبعا الحقيقة ما عارفش إيه الغلطة، لكن يعني إن كانت غلطة تتعلق بأمور معينة فالستر أولى. لكن عموما عايز أقول لحضرتك حاجة نقولها كده مبهمة،
ان اي ذنب في الدنيا يا اخت شيماء ان شاء الله يغفر، لكن يستلزم توبه نصوح، انسان يخلص النيه في التوبه. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما حددتش ذنب. ما قالش هغفر ده وده لا، ما قالش دوت ودوت مش ممكن، ما قالش ده وده مستحيل، قال غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. والايه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيه جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما عليك إلا أن أنت تستتري بستر الله وتستغفر وتتوب توبة نصوحة ولا تعودي إلى الذنب وتندمي على ما فعلتي وتكثري من فعل الخيرات إن شاء الله. الأخ مصباح من الجزائر. أخ مصباح السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. أخي مصباح منور. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا بحبك لوجه الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك ويبارك فيك. الشيخ محمود أنا حبيت نسألك. تفضل تحت أمري. حبيت نسألك أسألك الفرق بين الابتلاء والعقاب، وقتاش يعرف الإنسان أنه مبتلى في حالة ابتلاء ووقتها يعرف نفسه أنه في حالة عقاب يعني عقوبة شيء هذا على الفرق بين الابتلاء والعقوبة. حاضر، الفرق بين الابتلاء والعقاب حاجة بسيطة جدا أخ مصباح. الأصل في الأمور لما نيجي نفرق بين الابتلاء وبين العقاب، الأصل حسن الظن بالله. اتفقنا على كده؟ يبقى اتفقنا أن الإنسان لما يحصل له ابتلاء معين هو ابتلاء ولا عقاب؟ لا، نحسن الظن بالله إن شاء الله هو ابتلاء. الابتلاء ده استلزم مننا ايه؟ استلزم مننا ان احنا نرجع لربنا، نكثر من الاستغفار ونتوب الى الله، وان احنا ندعي، وان احنا نزل نفسنا وننكسر بين يدي الله وندعي ربنا ان ربنا يزيل عننا هذا الابتلاء. طيب، ولو كان عقاب بنعرفه ازاي؟ بنعرف الابتلاء بان الانسان يكون على طاعة ثم يبتلى. اما لو كان على معصية او على يعني عياذا بالله على كبائر وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، هنا نقدر نقول انه ممكن يكون عقاب. لكن في كل الاحوال سواء كان ابتلاء، ووضح المساله كده، يعني الابتلاء يكون الانسان اللي على طاعه والعقاب يكون الانسان اللي بعيد عن ربنا وعلى معصيه ربنا سبحانه وتعالى، لكن ايا كان سواء ابتلاء او عقوبه عايزين نقول ايه؟ طب لو ابتلاء او عقاب ما نرجع لربنا ونتوب لربنا سبحانه وتعالى ونقول يا رب وقادر ربنا في لحظه يزيل عنا الابتلاء او العقاب. يعني واضح كده يا جماعه؟ يعني إذا المسألة في الحالتين محتاجة توبة ورجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى ويزال الابتلاء أو العقاب بفضل الله سبحانه وتعالى. أخت نورهان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يعزك ويبارك فيك. يا فندم ممكن أسألك بس سؤال؟ أنا كنت مرتبطة بشخص. نعم. بس الشخص دوت يعني كان حصل كلام، بس كلام مش حلو يعني. نعم. استحرمت بعد كده، انا كنت صغيره في سن صغير. نعم. وبعدين استحرمت الموضوع ده بعد كده، بس بعد كده اتقدم لي. نعم. بس انا مش عارفه اوافق ولا لا، عشان حاسه مش عارفه ربنا هيكون مبارك لي ولا لا. ربنا يحفظك يا اخت نورهان. انا عايز اقول حاجه، لو هو يعني لو حصل علاقه واحد عايز بالله مش مع واحده عكسها، حصل ما بينهم بدايات لحاجات معينة غلط، فبعدين بعد كده هو تاب وهي تابت وتقدم لها عشان يتجوز جواز شرعي، ما دمنا علمنا ان الشاب ده استقام وتاب ورجع لربنا وهيعيش معاها حياة طاعة ربنا، ايه المانع؟ فيش مانع خالص بالمرة، مفيش حاجة تمنع، الا اذا كان هو انسان عياذا بالله مش كويس وهيفضل مش كويس وحاسين ان هو مش كويس، لا ما يبالوش، لان عندنا نص من حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. عايز اقول حاجه قبل ما استقبل بس ام سيد ربنا يحفظها، عايز اقول كمان حاجه يا جماعه، ان لما اتكلمنا عن الفرق بين الابتلاء وبين العقاب، عايز اقول حتى الانسان المسلم اللي هو يعني مش ملتزم قوي لما بيعاقب برضه ده خير. خير ازاي؟ لان النبي قال كده: اذا اراد الله بعبد خيرا عجل بعقابه في الدنيا، واذا اراد به شرا اجل عقابه الى يوم القيامه. يبقى حتى لما بيعاقب في الدنيا فالعقوبه دي ممكن تخليه يتوب ويرجع لربنا ويقول يا رب سامحني وانا غلطان وانا يا رب ماليش غيرك، فبيرجع لربنا سبحانه وتعالى. معانا ام سيد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. أهلا أختي الفضيلة. أنا فرحانة ومبسوطة إن أنا كلمت حضرتك. ربنا يفرح قلبك ويسعده بلقاء النبي. والله الله يخليك. الله يديك الصحة. آمين يا رب العالمين. بعد إذنك أنا معايا بنت عمرها 18 سنة. نعم. وتعبت معاها قوي على قلة الصلاة. نعم. مش قادرة يعني تعبت بصراحة معاها. عليك فقط يا أم سيد ربنا يحفظك. عليك ان انت تعمل حاجة كويس قوي. ايه هي؟ ما عليك اللي انت تذكريها بالله. وقت ما يجي الصلاة اتوضي واندهى على بنتك. بنتي حبيبتي ممكن نصلي مع بعض؟ ممكن تكرميني ان اصلي وراكي؟ تألفي قلبها بالمنظر ده. انما اوعي تقعدي تقولي لها انت ما بتصليش ليه وانت لو ما صليتيش هتخش النار وانت وانت. احيانا يا مسيد ربنا يبارك فيك وفي جميع المسلمات احيانا الاسلوب ده بينفر الطرف الاخر ويخليه يزداد عنادا. وعموما في كل الاحوال يا مسيد بندعي ربنا ان يهدي لك بنتك ويهدي كل بنات وشباب المسلمين. انت ما عليك الا ان انت تبلغيها فقط وتعرفيها وتحضيها على طاعة ربنا. لو التزمت في الوقت دوت أو ما التزمتش أنت مأجورة وغير مأزورة. إحنا مش أحسن من نبي الله نوح. نبي الله نوح عليه السلام ابنه مات كافرا وهو فضل يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويعلمه ويرغبه ويخوفه ولكن في النهاية مات ابنه في الطوفان كافرا. وسيدنا نوح لا يؤاخذ على ذلك. ليه؟ لأن هو بذل جهده في دعوة ابنه. وكم من أناس صالحين أفاضل نعرفهم شخصيا ناس أفاضل ورغم ذلك أولادهم طلعوا عياذا بالله طالحين غير صالحين وهم مش مذنبين. هم ما لهمش ذنب في الموضوع ده إنهم بذلوا وسعهم في دعوة أولادهم ولكن أولادهم لم يستجيبوا. ما عليك إلا أن أنت تبلغي وتذكري بالله بكل لين ورفق ورحمة واوعي تغلظي عليها في لحظة. واللي أجمل من ده كله بقى الدعاء. قول يا رب اهدي لي بنتي يا رب يا رب حببها خلي الصلاة قرة عينها يا رب يا رب حببها في الالتزام يا رب يا رب حببها فيك يا رب خليها تحبك يا رب. يعني الابن أو الولد أو الطفل أو البنت لما يحب ربنا خدي منه كل خير مش صلاة بس كل حاجة خير هتشوفيها من بنتك لما تحب ربنا. أستاذ أشرف السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عايز أسأل كده لحضرتك. اتفضل يا أستاذ أشرف. يعني من رمضان كده وتعبان بالوسواس. نعم. الشيطان بيجي لي وسوسني يعني وليعوذ بالله عاوز نغلط في ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فتعبني قوي فمش عارف اعمل ايه لدرجه ان انا يعني بشتد في العباده. طيب. يعني بحافظ على اثنين وخميس. نعم. صمت العشر ايام اللي فاتوا في شهر ذي الحجه دول ما كنتش بحافظ عليهم. ما شاء الله. بحاول اصلي قيام ليل. بحاول احافظ على الصلاه في جماعه. ده انت كده هتخلي الشيطان يخاف يقرب منك بعد كده. ليه بقى؟ يعني لان هو انا زعلان من ان هو مخليني افكر في التفكير ده او عايز. لا انت استعذ بالله استاذ اشرف. قل امنت بالله. استعذ بالله من الشيطان دايما. كتر من استعاذه بالله من الشيطان الرجيم لان قادر ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك اذى الشيطان وكيد الشيطان. حاول تكتر من استعاذه بالله من الشيطان الرجيم و زي ما انت قلت كده ربنا يبارك فيك انت قابلت الامر بكثره عباده. جميل قوي قوي ان انت كل ما يحاول يقرب لك تقطع عباده هو في اللحظه ديت هيندم ان هو قرب لك. فاضل لنا دقيقه شوف عشان نستنى ندعي. فاضل دقيقه واحده. طب اذنوا لي ادعي في الدقيقه ديت ما دامنا بنتكلم عن الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين برحمتك يا رب العالمين. نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين الف بين قلوب المسلمين اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بالله عليك اوعى تنسى الواجبات. صيام اثنين وخميس قيام ليل ودعاء. ثالث حاجة هدية للأب والأم أو نتصدق عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حقيقة أنا مش عارف أقول لكم إيه، لكن بجد حقيقي إن شاء الله الحلقة زي ما قلت لكم هتكون على موقعي بعد ساعة أو ساعة ونص من دلوقتي. وبالله عليكم أوعى تنسوا الحلقة دي، عايزين نهديها لكل إنسان مبتلى، نهديها لكل إنسان نسي الدعاء ونسي نعمة الدعاء. وبالله عليكم كتروا من الدعاء، ادعوا لبعض، ادعوا للمسلمين، ادعوا لأخواننا في غزة، في فلسطين، في العراق، في كل مكان، ادعوا للمسلمين في كل مكان. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين يا رب، وينصر الإسلام والمسلمين، ويعزكم جميعا يا رب، ويقضي ديونكم ويفرج همومكم يا رب العالمين. يعني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت.